تمكنت فرق الإنقاذ التركية اليوم السبت من إنقاذ رضيع عنده شهرين في ولاية هاتاي من تحت أنقاض الزلزال المدمر بعد مرور 128 ساعة تحت الأنقاض. كما تمكنت فرق الإنقاذ التركية بولاية قهرمان مرعش من إنقاذ مسنة تبلغ من العمر 70 سنة، وذلك بعد مرور 122 ساعة على بقائها تحت الأنقاض بسبب الزلزال اللي ضرب البلاد يوم الاثنين الماضي. هذا وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 21 ألف قتيل، مؤكدا أن 14 مليون مواطن تضرروا في الزلزال الواقع يوم الاثنين الماضي. وقال أردوغان في مؤتمر صحفي اليوم السبت أن عدد المتضررين من الزلزال في المناطق المنكوبة ومحيطها يصل ل 20 مليون مواطن، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ والبحث انتهت في بعض المدن والمناطق المتضررة. وقال أن الزلزال الأخير أحدث دمار في مساحة 500 كيلو متر، كاشفا عن ارتفاع عدد الجرحى إلى أكثر من 80 ألف. وتعهد أردوغان وقال نعد شعبنا بأن ننجز عملية إعادة الإعمار في غضون عام واحد فقط، موضحا إلى أن 160 ألف عامل في البحث والإنقاذ من داخل تركيا وخارجها يواصلون العمل بالليل والنهار.